أريد الزواج بزوجة ثانية، فهل يجوز لي أن أتزوج في الخفاء ولا أخبر زوجتي بذلك؟ يجوز أن تتزوج ولا تخبر زوجتك بذلك، لكن لا بد أن يكون النكاح ظاهرا معلنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك، قال أعلن النكاح. وأنت إذا فعلت ما أمر الله به ورسوله من إعلان النكاح فإن الله تعالى سوف يرضي عنك زوجتك إذا علمته.